ايبي جيمينج وفيديو جديد. احنا الابطال ايبي جيمينج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب لتسجو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ايبي جيمينج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. قبل يا ابطال ما نبدا فيديو النهارده، طبعا يعني قناتي الجديده يا جدعان، هدفنا اللي احنا نوصلها 10000 مشترك. انا شايف ال 10000 اصلا مشترك يا ابطال قليل، بس يعتبر بالنسبه لي بصراحه يعتبر كتير جدا. فيعتبر انا عايز بس اوصلها ل 10000 مشترك، وعشان هناك هتكون العاب جامده جدا والعاب جديده غير لعبه روبلوكس. قناه لو في اول الوصف او الديسكربشن، روح بطل منك ليه اشترك فيها ويشرفني هناك. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. فيديو النهارده يا ابطال يعتبر فيه ايتم جديد، والايتم ده ابطال ناس كتير قوي لقيتها ابتدت تاخده وتحطه في الصوره بتاعتها. ده تقريبا عباره عن يعني كينج اوت او حاجه زي كده. عامه يا ابطال يعني شايفين الموقع ده، تدخلوا على ريديم روبلوكس بروميشن او بروموشنز، تمام. المفروض ان المكان ده انت بتحط فيه اكواد، تمام. والمفروض ان احنا دلوقتي معانا الكود، المفروض الكود ده هسيبه لكم في الوصف بردك، وال يعني اللينك ده بتاع الصفحه دي هسيبه لكم بردك في الوصف. هتيجي يا بطل منك ليه تدوس على انتر يور كود، تمام، وهتدوس تحط الكود ده، تمام، وبعدها تدوس ريديم. والمفروض كده يا ابطال احنا معانا في الافاتار ال يعني خلاص الايتم ده يعني. تعالوا يلا بينا يا ابطال. اوه كينج تاب، والله شكله فخم. يا رب يليق عليا، يا رب يليق عليا، يبقى جامد قوي. يا ترى هيليق عليا ولا ايه؟ والله متحمس. لحظه، ديم جامد، بس اشيل الكاب، بس اشيل الكاب بس يا ابطال. لحظه كده، اشيل الكاب، اكيد هيليق قوي. لا يا ابطال متحمس، انا شلت الكاب، اوعى الشعر يضايقني. واو، بس تخيلوا كده الشعر مضايقني، الشعر مضايقني من ورا. بس الصراحه ابطال، لا شكله تحفه، شكله تحفه يا ابطال. فبس كده يا ابطال، الفيديو النهارده قصير شويه، ولكن يعتبر يعني حاجه برضك مهمه كنت لازم اعملها، عشان ده يعتبر ناس كتير قوي بتبحث عنه، وناس كتير عايزه تعرف هي بتجيبه ازاي. عامه يا ابطال الكود هتلاقوه في اول الوصف، وبرضك صفحه اللي انت بتحط فيها الكود هتلاقيها برضك في الوصف. فبس كده يا ابطال، ويعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، والسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه